6 ملايين نسمة ضمن منطقة جغرافية ضيقة مرغمين على الإقامة القصرية مع إغلاق المنافذ الحدودية وتنوع القوى المسيطرة على باقي المناطق، أمر حد من حرية السفر والتنقل لكثير من السكان حتى ضمن مدن وبلدات هذا السجن الكبير. عايشين أولا بسجن يعني كبير بس مغلق، ما خرج نتخطى الحدود المجاورة لهالمناطق هاي كتركيا أو غير تركيا. الوضع كسفر خارج سوريا أو خارج مناطق محررة صعب بشكل عام، إن كان ماديا أو إن كان اجتماعيا. ما بيسافر على محلينا كوننا بمنطقة جغرافية صغيرة، ما بيحلنا يعني ما في عنا لا أوراق نظامية ولا شيء ولا مسموح يعني. انكترت يعني مسافر لوين يعني على الأرياف يعني. امتى اخر مره سافرت فيها؟ وين بحق لك انت تسافر؟ والله انا لح ما سافرت لحد الان، ما طلعت يعني، لانه في البيت اموري مكركبه يعني. السفر ما نضبط السفر ما يعني ما في عنا، نحن مزارعين يعني، المزارع ما بيقدر يعني يسافر ويترك البلد. برا ادلب مع مسترجم نطلع بهالاحداث، قبل كنا نطلع نبرم يعني، كنا نطلع مثلا على حلب، على حماه، على حمص، على النبك. اما حاليا هلا ما عم نسترجم نطلع غير لمناطق الشمال طبعا. ليش؟ بسبب التشليح يعني. هلا انا مثلا اول الناس عسكري من شق مثلا مطلوب للنظام، اذا بروح انا اصبح انا رايح سلم حالي للنظام. ما سافرت طويل الحمد لله يعني، وين واحد بده يروح يسافر؟ بس هالشباب هاي اللي هون ما يلقي الا شغلي ولا عملي، كلهم همهم وبيناموا بفيقوا مرادهم يطلعوا لبرا، والشيء مكلف وكله تهريب خطر عليهم كلياتهم، عرفت علي؟ يعني هون هالبقعة هاي نحن المحرر فيها ملينا منها. من حقي أنا كشاب إنه أطلع وأنزل وأروح أجي أشوف برا سوريا يعني. هو لا شك إنه سوريا كمان حلوة، بس إنه كمان شاب بشتي هيك يطلع لو سياح وسفر أو شغل. إذا واحد بيطلع تهريب وليكن يعني مكلف كتير ويعني خطر يعني، خطر يعني على حياته الواحد. الحمد لله يعني هون انه عايشين بين اهلنا وناسنا، هذا يعني شيء كتير منيح كويس. بس انا ضد السفر بصراحة يعني، انا اسمن اشتغل بالمسافر في بلده بيضل بيخدم بلده يعني. نروح على مناطق النظام بدنا ننزل، بدنا نروح عند الكراد بدنا ننزل، بدنا نروح بنفرض على مناطق الشرقية بدنا ننزل، يعني عايشين نحن هون في مناطقنا الحمد لله رب العالمين، هذا ما يعتبر سجن.